في هذه الوثيقة ما يلي: أولاً، تطبيق الإصلاح الشامل في الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية وفق خطة مبنية على أساس الأولويات وبما ينسجم مع الأولويات. ثانياً، صون استقلالية القرار الوطني لحفظ هيبة الدولة داخلياً وخارجياً. ثالثاً، تمثيل المكونات الوطنية والقوى السياسية والمجتمعية بعملية الإصلاح الشامل عبر المشاركة الحقيقية بالإصلاح وفق مبدأ الشراكة الوطنية والقانون والصلاحيات الدستورية والقانونية. كتلة الوطنية النيابية كاظم الشمري: إن كتلة الوطنية ستحضر جلسة التصويت على الكابينة الوزارية الجديدة غدا الثلاثاء في البرلمان، لكنها لن تصوت على الحكومة لعدم قناعتها بآلية التغيير هذه. وأكد الشمري أن المشكلة تتمثل ليس بتغيير الوجوه، وإنما بوضع خطة عمل متكاملة واستراتيجية واضحة تنقذ البلد. وشدد الشمري على ضرورة وضع خارطة طريق تحت سقف زمني تكون كفيلة بإيجاد حلول جذرية للأزمات التي تعصف بالعراق. الوطنية ستحضر خياراتها ومقترحاتها لرئيس الوزراء حيدر العبادي بشأن التغيير الوزاري. وأكد كرم في تصريح للشرقية نيوز أنه إذا لم يأخذ العبادي ملاحظات ومقترحات الكرد، فإن التحالف الكردستاني لن يصوت على الكابينة الجديدة، وقد ينسحب من الحكومة والاتجاه إلى المعارضة، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة شفافة وتشكيلتها واضحة للشعب. إذا أصر السيد العبادي على هذه الكابينة من غير اعتبار ملاحظاتنا ومقترحاتنا، وأنه لم يقبل بهذه المقترحات وأصر على الأسماء التي جاءت في الكابينة أو في الظرف المغلف المغلق، حينئذ حقيقة لم نصوت على هذه الكابينة. أما كردستان، جرفان البلزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اسطنبول. العلاقات بين الإقليم وتركيا وتنسيق المواقف إزاء الأعمال التي تستهدف الأمن القومي التركي واستقرار كردستان. وقال بيان لحكومة الإقليم أن جرفان عقد اجتماعين على حدة مع كل من أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، حيث جرى البحث أيضا في الاستعدادات الجارية لعملية تحرير الموصل وتطورات الأوضاع السياسية الأخيرة في العراق. وبحسب البيان، أكد أردوغان وداود أوغلو عودة إلى مركز المدينة بأعداد كبيرة للمرة الأولى منذ تحريرها من سيطرة تنظيم داعش. وأظهرت لقطات دخول مئات المركبات نحو مركز المدينة وأحيائها باستثناء حيي البكر والأرامل المدمرين بالكامل، وحي الشرطة الذي تزال دوره ملغمة، فضلا عن شارع 20 الذي لم يصله حتى الآن الجهد الهندسي لإزالة الألغام منه. وأجلت القوات المشتركة في الأنبار آلاف العائلات الهاربة من المواجهات العسكرية في هيت لليوم الرابع على التوالي، فيما تجمع عدد كبير من النازحين عند المدخل الغربي للقضاء في حي أمينة بانتظار المساعدات الإنسانية. القوات المشتركة استعادت مناطق استراتيجية للتقدم نحو مركز القضاء في حيي الإطفاء والجمعية، وتمكنت من تمشيط المسافة الممتدة نحو جامع حيد الشرقي. مفادنا خطاب عادل أعد التقرير التالي. الخاص إلى سوريا ستيفان ديمستورا مع وزير الخارجية السوري وليد المعلم في دمشق لبحث سبل التوصل إلى حل سياسي للنزاع، وذلك قبل أيام من استئناف مفاوضات جنيف بين ممثلين للحكومة والمعارضة. كان ديمستورا قد وصل دمشق مساء أمس الأحد آتيا من بيروت التي كان وصل إليها جوا من عمان من دون الإدلاء بأي تصريح. وتأتي زيارة ديمستورا لدمشق بعد إعلانه الخميس الماضي أن الجولة المقبلة من مفاوضات السلام ستبدأ في 13 الجاري في جنيف. أعاد عناصر تنظيم ما يعرف باسم داعش السيطرة على بلدة الراعي السورية في ريف حلب الشمالي قرب الحدود التركية بعد أيام سيطرة مجموعة من جماعات المعارضة عليها، بحسب ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وكانت الفصائل التي تقاتل تحت لواء الجيش السوري الحر قد سيطرت على بلدة الراعي الخميس الماضي التي تعد معقل، انطلقت للأسبوع السادس على التوالي لتدق ناقوس الخطر مما يتعرض له العراقيون صغارا وكبارا من قسوة الدهر وغدر الأيام بعد أن رمتهم الأقدار في أتون المعاناة والفقر والتشرد. وترصد كاميرا الشرقية خلال حملتها أولئك الذين تفتحت عيونهم ليجدوا أنفسهم بين أكوام النفايات بلا ذنب اقترفوه. كما نتابع ضمن هذه الحملة أولاد الشوارع الذين يعيشون على هامش الحياة وينقصهم كل شيء ولا يعرفون شيئا عن المستقبل. وتدعو الحملة الجميع إلى تحمل مسؤولية إزاء هذه
أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة أخبار الشرقية. صوت مجلس محافظة صلاح الدين بالأغلبية على اختيار أحمد عبد الله الجبوري محافظا جديدا لصلاح الدين بدلا من المحافظ المستقر رائد الجبوري. أقل مصدر في مجلس المحافظة إن المجلس عقد جلسته اليوم بحضور 27 عضوا من أصل 29 عضوا للتصويت على الذين تقدموا للترشيح على المنصب، وهما أحمد عبد الله الجبوري وفراس الحدي معاون العبادي ملاحظات ومقترحات الكرد. فإن التحالف الكردستاني لن يصوت على الكابينة الجديدة وقد ينسحب من الحكومة والاتجاه إلى المعارضة، مشددا على ضرورة أن تكون الحكومة شفافة وتشكيلتها واضحة للشعب. أصر السيد العبادي على هذه الكابينة من غير اعتبار ملاحظاتنا ومقترحاتنا، وأنه لم يقبل بهذه المقترحات وأصر على الأسماء التي جاءت في الكابينة أو في الظرف المغلف المغلق. رئيس حكومة إقليم كردستان جرفان البرزاني مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول. العلاقات بين الإقليم وتركيا وتنسيق المواقف إزاء الأعمال التي تستهدف الأمن القومي التركي واستقرار كردستان. أقل بيان لحكومة الإقليم أن جرفان عقد اجتماعين على حدة مع كل من أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، حيث جرى البحث أيضا في الاستعدادات الجارية لعملية تحرير الموصل وتطورات الأوضاع السياسية الأخيرة في العراق. وبحسب البيان أكد أردوغان وداود أوغلو ضرورة أن يتقدموا للترشيح على المنصب، وهما أحمد عبد الله الجبوري وفراس الحدي معاون المحافظ لشؤون الطاقة. كان مجلس صلاح الدين صوت الأربعاء الماضي على قبول استقالة رائد الجبوري تمهيدا لإعادة تعيين عمه أحمد عبد الله الجبوري أبو مازن بهذا المنصب بموجب التسوية العائلية مقابل تسويات مالية وإدارية ووعود بالحصول على منصب وكيل وزارة، كما وتضمنت الصفقة إبقاء أحمد الكريم بمنصبه رئيسا لمجلس المحافظة على الرغم من الخلاف بينه وبين أحمد الجبوري. واليوم كمجلس محافظة صلاح الدين بالإجماع صوت للسيد أحمد عبد الله عبد الجبوري نيسان الجاري. وجدد وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال لقائه دمستورة تأكيد الموقف السوري بشأن الحل السياسي للأزمة والالتزام بحوار سوري ودون شروط مسبقة وجاهزية الوفد للمحادثات بحسب وكالة الأنباء السورية سانا. وبحسب سانا، عرض دمستورة الأفكار والجهود المبذولة لإنجاح محادثات جنيف وخطة عمل هذه الجولة. اختتم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز زيارته إلى القاهرة والتي استغرقت 5 أيام، عقد الجانبان المصري والسعودي خلالها العديد من الاتفاقيات في مجالات مختلفة. ومن المقرر أن يتجه العاهل السعودي إلى أنقرة للقاء المسؤولين الأتراك وبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك. وفي ختام زيارته سلمت جامعة القاهرة الملك سلمان درجة الدكتوراه الفخرية خلال احتفال في قاعة الاحتفالات الكبرى. فجر 3 انتحاريين أنفسهم أمام مركز للشرطة في إقليم ستافروبول بشمال القوقاز الروسي من دون وقوع إصابات. ونقلت وكالة نوفوسيتي عن مصدر أمني أن 3 انتحاريين فجروا أنفسهم أمام المقر الأمني، فيما قتل مهاجم آخر برصاص رجال الشرطة. أقل مصدر أمني آخر لوكالة تناس أن 4 مسلحين شنوا الهجوم على قسم الشرطة وقتل أحدهم في الحاجز الأمني المقام أمام القسم، فيما فجر آخر نفسه ولم يوضح المصدر مصير المهاجمين الآخرين. من جانب آخر، أفاد شهود عيان بسماع دوي سلسلة تفجيرات وأصوات. لمزيد من الأخبار مشاهدينا زوروا موقعنا على الإنترنت الشرقية.com. ختام النشرة، أشكركم على المتابعة.